لا ليش الحصان دائما يفضل الجانب الايسر بالقود؟ يعني تكون اشاره لعده اسباب، بس جرت العاده ان غالبا اغلب ركوبك من اليسار، يكون عزيز عند الكتف الحصان الايسر، وقودنا من اليسار ونزولنا عاده برضه من اليسار، وهو خطا. لابد اللي يفهم في الركوب طرق الركوب الصحيحه كله يعرف ان اي شيء تسويه يسار تسويه يمين، ومن ضمنها الركوب على الحصان والنزول عنه وغيره، لان الحصان يفصل فصل كامل بين الجانبين الايمن واليسار كنظر وحتى كتفكير كمخ، فلازم كل شيء يحس فيه يمين يحس فيه يسار، فكتدريب لابد الحصان يعرف التنتين. وهذا زي ما ذكرت سابقا ما ينطبق فقط على التمارين فقط، ينطبق حتى على الجود. لما قاود جود طويل مثلا عاده لما يكون جودك بدوك او بايكه، التمارين كلها بتسويها بتسوي يمين يسار وتركز على الجانب السيء دون اهمال او بدون اهمال الجانب الجيد وانتهينا. ثم لما تقاود قود عادي بتقاود وانت عادة تكون يسارة جرت العادة الشيء هذا، خاصة لما تكون انت ايمن البايك البايك البدوك بدوك الى اخره، لكن تقول قود طويل زي قودي من اول انت تقاود قبل عشر ساعات قود ساعتين قود مكان مفتوح يعني طلعة كاملة قود مو بركوب. من ضمن التنويع انك تقاود من الجهة الاخرى، اولا كتعويد زي ما كل الاشياء تسوي يمين تسوي يسار، برضو القود اني امشي وانت جنبي يمين يسار ايضا لتريح يدك، أصلاً قاعد توزن الحصان قاعد تجمع قاعد تسلق قاعد تكي إلى آخره، يدك اليمين مرتفعة ويسار مرتاحة، فتغير الوضع وتروح يمينه عشان تريح نفسك برضو أنت. أسباب حب الحصان تكون جانب الأيسر نوعين، النوع الأول من كنت عادة تعود الحصانك من يوم قاودته لين ركبته كل شغلك يسار، فالحصان خلاص تعود أن الجانب الأيمن محرر دائما يهرب فيه يروغ فيه يستعمل ضدك إلى آخره، فلما فجأة تاخذه يخاف. إذا بتلاحظ لما تحاول تقاود حصان مدرب خطا وانت يمين ما يمشي اصلا يهرب او بعضها يهجم يعض يضرب الى اخره، هو متعود انه يمشي وانجم، ممكن يعطيك التمارين الاساسيه يمين يسار، لكن انك تمشي وانت يمينه يستغرب جدا خاصه وانت قاود بعض الخيل حتى مو بس متقاود، لو تقاود يسار يمشي واحد جنبه يمين زاد عن اللزوم ارتبك، ما بالك لما تقاود انت يمينه، هذا مهم. النوع الثاني اشياء ما لها علاقه فيك انت كراكب، لها علاقه في الحصان نفسه، اغلب الخيل ايمن معروف علميا زي ما اغلب البشر ايمن، وبما ان ايمن يفضل ان الجانب الايمن حقه القوي الجانب القوي حقه يكون متحرر عشان يستغله ضدك، الجانب اللي اصلا ما راح يستغله مهمل مثلا لو بيهجم او بينطلق او غيره، يبغى الجانب الايمن اللي يستطيع استغلاله الهروب او استغلاله الهجوم عليك او استغلاله ضربك يبغى يكون متحرر، فاغلب الخيل يفضل ان الجانب الايمن يكون متحرر من ايمن. كذلك اغلب الناس يكون ايسر من اغلب الناس ايمن، زي كراسي الاختبارات في الجامعه ودائما يكون في مكان تحط فيه الورقه وتحل الواجبات او تحل اختبار وغيره، اغلب الناس ايمن فتلقاه يحط لك المكان حق الورقه يمين ما حط يسار، مع الوقت صار يحطون كراسي لحقين اليد اليسرى او الاعسر او الايسر، فهذا برضه خيل لابد تعلم الحصان ان ايمن واستطيع تليين جانبه اليمين واقوي جانبه اليسار والعكس صحيح. اذا كلاهما له دور، انت واللي سويته بالحصان له دور، وطبيعه الحصان كونه ايمن له دور، كونك انت برضه ايمن له دور، كله بحساب ما هي بعذر انك تعلمه ان الجانبين الايمن والايسر بسوي فيها كل شيء بدون استثناء، وبركز على الجانب السيء دون اهمال او بدون اهمال الجانب الجيد.